بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب صف خامس ابتدائي مدارس العبير الأهلية، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد في مادة الرياضيات. درسنا اليوم بيتحدث عن المضاعفات المشتركة، وهو الدرس السابع في الفصل الثامن. تتعرف على الفكرة العامة من هذا الدرس، وحدد المضاعفات المشتركة لمجموعة من الأعداد، ثم ننتقل إلى المفردات الجديدة التي نستعملها في هذا الدرس. المضاعف المشترك وكذلك المضاعف المشترك الأصغر ويرمز له بالرمز ميم ميم ألف. درسنا في الدرس السابق القاسم المشترك الأكبر ويرمز له بالرمز قاف ميم ألف، واليوم بندرس ميم ميم ألف. يقول لي استعد. نشاط عملي. عرفت سابقا أن مضاعف العدد هو حاصل ضرب ذلك العدد في أي عدد كلي، وفيما يلي بعض المضاعفات الأولى للعدد أربعة. مضاعفات العدد أربعة هي 4 × 1 = 4، و4 × 2 = 8، و4 × 3 = 12، و4 × 4 = 16. يقول لي في اللوحة أدناه التي تظهر في الشريحة الجاية إن شاء الله، ضع مكعبا ملونا على مضاعفات العدد أربعة. أمامي هذه الشريحة أو هذه اللوحة مضاعفات العدد أربعة في الصف الأول، ما هي؟ أحسنتم، 4 و8، ومضاعفاتها في الصف الثاني 4 و8 و12 و16 و20. أحسنتم. وكذلك في الصف الذي يليه، ها من هنا يقع أول شيء 12 ثم 24 ثم في الصف اللي بعد كده 4 و8 و12 و16 و20 و24 و28 و32 و36 و40. كل هذه مضاعفات للعدد أربعة. على نفس اللوحة هنشوف مضاعفات للعدد ستة، ونشوف الأعداد التي مشتركة في مضاعفات العدد ستة ومضاعفات العدد أربعة كما ترون إن شاء الله. يقول لي ضع مكعب ملون مختلف على مضاعفات العدد ستة على نفس اللوحة. لو تلاحظ هو ستة عندي، بعد كده 12 18 والستة 12 18 24 والثلاثين، آخر صف ناظر، آخر صف هو اللي فيه الحل، 12 و24 و36. هذه 12 و24 و36 هذه المضاعفات المشتركة للعددين 4 و6. اكتب جميع الاعداد الوضع عليها مكعبين، هي 12 و24 و36. احسنتم يا ابنائي. ما اصغر عدد من هذه الاعداد؟ اكيد هو العدد 12، واضح، وهذه مهاره سابقه درسناها في الصفوف السابقه. يسمى العدد الذي يكون مضاعفا لعددين او اكثر مضاعفا مشتركا. وفي النشاط السابق وجدت ان الاعداد 12 و24 و36 هي أول ثلاثة مضاعفات مشتركة للعددين 4 و6. مثال: اكتب مضاعفات لكل من العددين 8 و12 لتجد أول مضاعفين مشتركين. مضاعفات العدد 8 هي 8 و16 و24 و32 و40 وهكذا، وعبارة عن ناتج ضرب العدد 8 في الأعداد من 1 إلى 6. مضاعفات العدد 12 نفس القصة، 12 و24 و36 و60، وهي ناتج ضرب العدد 12 في الأعداد من 1 إلى 6 أيضا. لو نلاحظ في مضاعفين مشتركين بين العددين، بين مضاعفات الأعداد 8 و12 هو كم يا أولاد؟ 24، ومضاعف 24 هي 48.
المضاعف المشترك الأصغر ميم ميم ألف هو أصغر المضاعفات المشتركة لمجموعة من الأعداد. وفي النشاط السابق وجدت أن ميم ميم ألف المضاعف المشترك الأصغر للعددين 4 و 6 هو العدد 12. مثال آخر من واقع الحياة، يقدم مطعم صحن سلطة خضار مجانية كل يومين، وكأسا من العصير كل 3 أيام، وشطيرة من الجبن كل 4 أيام. فإذا قدمت الوجبات أو قدمت الوجبات المجانية كلها هذا اليوم، فبعد كم يوم ستقدم الوجبات كلها معا مرة أخرى؟ أول شيء في الخطوات نجيب مضاعفات العدد 2 كل يومين، وهي 2 4 6 8 10 12. مضاعفات العدد 3 وهي 3 و 6 و 9 و 12 و 15 و 18. ومضاعفات العدد 4 وهي 4 و 8 و 12 و 16 والعدد 20. ثم نقوم بإيجاد تمام. لاحظ أن العدد 12 هو المضاعف المشترك الأصغر لهذه الأعداد 2 و 3 و 4. إذن ستقدم الوجبات المجانية كلها معا بعد 12 يوم تقريبا. مثال من واقع الحياة أيضا، حنستعمل خط الأعداد لتمثيل هذه المسألة. لاحظ أن أول يوم تظهر فيه الحروف الثلاثة معا هو في اليوم 12. لاحظ الخط الأعداد هذا، حرف الشين يمثل كلمة شطيرة، وحرف العين يمثل كلمة عصير، وحرف الطاء يمثل كلمة سلطة. لو لاحظ في هذا اليوم تم تقديم الوجبات الثلاثة، في بعد كم يوم حيتم تقديمهم؟ بعد 12 يوم. اجتمع الطاء والعين وحرف الشين. ممتاز. تأكد، أول سؤال عندي في تأكد بيقول لي أكتب مضاعفات لكل من الأعداد الآتية لتجد أول مضاعفين مشتركين. العدد 2 والعدد 6 أول مضاعفين، نجي مضاعفات الاثنين ومضاعفات الستة نجد أنها العدد 12 والعدد 18. سؤال رقم 2، مضاعفات العدد المشترك للعددين 4 والعشرة، تمام؟ مضاعفات الأربعة والعشرة المشتركة هو العدد 20 والعدد 40. ثم ننتقل إلى سؤال آخر، أوجد ميم ميم ألف لكل مجموعة أعداد مما يأتي. العدد 3 و4 نجد مضاعفات الثلاثة، مضاعفات الأربعة، ثم نجد ميم ميم ألف نجده يساوي العدد 12. كذلك أيضا العددان 2 و7 ودل أعداد أولية، تمام، حاصل ضربهما بيكون هو ميم ميم ألف. ثم ننتقل إلى سؤال آخر بيقول لي تسقي خديجة نبتة كل يومين وتقلمها كل 15 يوم، واليوم سقت النبتة وقلمتها، فمتى ستقوم بالسقي والتقليم معا في المرة القادمة؟ أيوة أحسنتم، جو مضاعفات العدد 2 ومضاعفات العدد 15 نجد أن ميم ميم ألف يتقابل هم الاثنين في العدد 30، أي بعد 30 يوما يتم سقي النبتة وتقليمها في آن واحد. ننتقل إلى نتحدث متى يكون ميم ميم ألف للعددين هو أحد هذين العددين. إذا كان أحدهما قاسما للآخر فإن المضاعف المشترك الأصغر لهما هو العدد الأكبر، فمثلا العددان 2 و 6 مضاعفهما ميم ميم ألف لهما العدد 6. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة تدرب وحل المسائل، نتجاوز فيها العدد 7 أو مسألة رقم 7، العددان 2 و 4 أوجد المضاعفات لكل من الأعداد الآتي، أول مضاعفين مشتركين، العدد 2 و 4 مضاعفات الاثنان ومضاعفات الأربعة، نجد أن أول مضاعفين مشتركين هما العدد 4 وكذلك 8.
مسألة رقم 8، العددان 8 و 12 تمام، مضاعفين المشتركين أول مضاعفين المشتركين لهما العدد 24 و 48. أجيب مضاعفات الثمانية مضاعفات ال 12 ثم أوجد المضاعفات المشتركة لهم، يظهر عندي 24 و 48. ثم ننتقل، بيقول لي أوجد ميم ميم ألف لكل مجموعة أعداد مما يأتي، مضاعف المشترك الأصغر للعددين 6 و 9. ممتاز، مضاعفات الستة ومضاعفات التسعة، ثم نأتي بميم مضاعف المضاعفات المشتركة ثم ميم ميم ألف، نجده العدد 18. مسألة أخرى 12 و 18 ميم ميم ألف لهما العدد 36. ننتقل إلى مسألة أخرى، يقول لي رسمت مها تصميما يحتوي نمطين متكررين حيث يتكرر الأول كل 8 سنتيمترات والثاني كل 12 سنتيمتر، فبعد كم سنتيمتر سيبدأ النمطان معا؟ نجيب قوم مضاعفات الثمانية مضاعفات الاثناشر، نجد أنهم يتقابلوا عند كم؟ 24 سنتيمتر. سؤال آخر أيضا، يتم تزويد معمل العلوم في المدرسة بمجهر جديد كل 5 سنوات وبوسائل سلامة كل 4 سنوات، يبقى عايزين مضاعفات الخمسة مضاعفات الأربعة، ونشوف أول مضاعف مشترك لهم نجدوه العدد كام يا أولاد؟ 20، أي بعد 20 سنة تمام، بعد 20 سنة يتم تزويد تمام المعمل تمام بالمجهر اللي هو بعد 5 سنوات، وسائل تعليمية ووسائل سلامة كل 4 سنوات، وبأنابيب اختبار كل 2 سنين. إذا تم تزويد المعمل بهذه الأجهزة هذا العام، فبعد كم سنة سيتم تزويده بالثلاثة؟ قلنا بعد 20 سنة. مضاعفات العدد 2، مضاعفات العدد 4، مضاعفات العدد 5، ثم المضاعفات المشتركة، ثم ميم ميم ألف لهما حيكون العدد 20. آخر سؤال عندي بيقول لي فكر في الأعداد من 2 إلى 10 ثم أوجد العددين اللذين لهما أكبر مضاعف مشترك أو أصغر من بين هذه الأعداد. أكيد أكبر عددين هما 9 و10 ومضاعفهما تمام الأصغر لهما كم يا أولاد؟ 90. إلى هنا ينتهي لقاؤنا اليوم في درسنا، نرجو أن نكون قد أفدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات مدارس العبير الأهلية.